بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل بارت 3 من ليكتشر 6. احنا كنا وقفنا لغايه الجزئيه دي اللي هي بتاعه ان انا هقرا 20 درجه بتاعه ستودنت عن طريق فور لوب، هطبع له باز لو الدرجه بتاعته اكبر من او يساوي 60، وهطبع له، ويخلينا احنا ضفنا اوبشن زياده ان انا هطبع له فيل لو هي غير كده، تمام، وجربناها بالفور لوب. طيب بعد كده بقى ايه؟ بعد كده عايزين نجربها بالوايل لوب. طب قبل ما نجربها بالوايل لوب، تعال نشوف السنتكس بتاعها على اكزامبل بسيط بيشتغل ازاي. تمام، الوايل لوب بتشتغل ازاي؟ وليكن مثلا زي ما قلنا احنا عايزين نطبع مثلا كلمه زي مثلا ايه؟ زي هالو وورلد، تمام؟ اوكي، هي دي الستيتمنت بتاعتي، تمام؟ طيب انا مثلا عايز اطبعها 5 مرات، بس ايه بقى المره دي؟ بالوايل لوب. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ تمام، فهنشيل ايه؟ هنشيل الستيتمنت دي تماما، اوكي؟ وهنبتدي بقى ايه نكتب الوايل لوب. الوايل لوب بتتعرف ازاي؟ اول حاجه هعرف الكاونتر عندي، وليكن مثلا هسميه جي مثلا، اوكي؟ خلاص؟ وايه، وهبتدي بقى اول حاجه اللي هو اكسبريشن 1، ان انا ادي انيشال فاليو للكاونتر ده. بدي انيشال فاليو للكاونتر ازاي؟ عن طريق ان انا بقول ايه؟ بقول جي تمام ايكوال مثلا 1، يبقى كده ايه، انا اديته انيشال فاليو. طيب الوايل لوب بتتكتب ازاي؟ دي بقى ده اول اكسبريشن عندي. بكتب كلمه وايل عادي، تمام، كل حروفها سمول زي ما احنا شايفين، وهو بتاع اكواز. هنا بيتحط ايه؟ هنا بيتحط الاكسبريشن الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو الكونديشن اللي بيخلي اللوب تشتغل. طب ايه الكونديشن بتاعي؟ مثلا انا عايز الكلمة هالول دي تتبع 5 مرات، فالكونديشن ان الجي تمام اصغر من او يساوي كام؟ اصغر من او يساوي 5، تمام. وبعدين المفروض ان انا بكتب هنا ايه؟ بكتب الستيتمنت بتاعتي. وبعد ما اكتب الستيتمنت بتاعتي بكتب بقى ايه؟ الاكسبريشن التالت. الاكسبريشن التالت اللي هو الانكريمنت بتاع الكاونتر بتاعي. انا عايز الكاونتر ينكريمنت بكام؟ عايز ينكريمنت بواحد، فاقول جي ايه؟ اقول جي بلس بلس، او طبعا ممكن اقول ايه؟ زي بالظبط ما قلت جي ايكوال جي بلس 1، تمام. هي برضو لو قلت مثلا ايه، لو قلت جي تمام بلس ايكوال 1، هي كلها نفس الشكل خلاص. فهقول ايه؟ هقول جي بلس بلس. يبقى ايه؟ يبقى دايما فكره الوايل لوب بتاعي. والستيتمنت اللي عايز انفذها اللي هي ايه؟ اللي هي برنت اف هالو وورلد. انا عايز اطبع كلمه هالو وورلد. تعال نرن ونشوف طبع لي كام. او ادي 1 2 3 4 5، طبع لي هالو ورلد كام؟ هالو ورلد 5 مرات. طيب نرجع بقى للسلايدز. احنا عايزين ايه؟ عايزين نحل البروبلم دي اللي هي بتاعت ان انا هاخد 20 درجه من الطالب، وهتشيك لو هو او هي اكبر من او يساوي 60 هطبع له باست، غير كده هطبع له فيل. بس ايه بقى؟ بس بالوايل لوب. طب تعال نشوف هنعملها ازاي. تمام، انا هنا كان ده البروجرام بتاعي العادي من غير اي لوب، ان انا عندي الجريد وبسكان الجريد دي من اليوزر. والله لو الجريد دي اكبر من او يساوي 60 هطبع له باست، else هطبع له ايه؟ هطبع له فيل. انا كل الحكايه ايه؟ زي ما عملنا في الفور لوب، هاخد الكلام ده كله كات، تمام. وبعدين ايه؟ هبتدي اكتب الفور الوايل لوب عندي عموما شكلها عامل ازاي. فالوايل لوب اتفقنا ان اول حاجه ان انا بعرف الكاونتر، تمام، وليكن الكاونتر مثلا هنسميه جي خلاص. وبعد كده بدي له ايه؟ بدي له الانيشال فاليو ده ايه؟ اول اكسبريشن عندي، فبقول جي تمام ايكوال 1. على فكره مش شرط ادي له جي ايكوال 1، انا ممكن اخليه جي ايكوال 0، جي ايكوال 2، اي حاجه، بس لازم اعرف ايه؟ لو هيبتدي من كام يبقى ينتهي من كام. فانا بسهل الموضوع وبخليه ايه؟ يبتدي من 1. وقدام شويه هنشرح اكزامبلز ان احنا نقدر نعمل انيشال للكاونتر بفاليوز ثانيه، مفيش اي مشكله خلاص. طيب على فكره في هنا خطوه ممكن نختصرها، بدل ما نقول انت جي وبعد كده جي ايكوال 1، عادي احنا ممكن نيجي هنا ونقول ايه؟ واحنا بنعمل انيشاليزيشن نعمل ديكلاريشن، فاهم؟ احنا بنعمل قصدي ديكلاريشن نعمل انيشاليزيشن. هو الديكلاريشن ان انا اعرف جي ان هو انتجر، والانيشاليزيشن ان انا ادي انيشال فاليو يعني قيمه ابتدائيه للجي اللي هي بتساوي 1. فانا عملت ديكلاريشن ومع انيشاليزيشن في نفس الوقت، قلت انت جي ايكوال 1 خلاص، يبقى الكاونتر بتاعي عرفت كده ايه؟ كده عملت انيشاليزيشن. طيب وبعدين محتاج ايه؟ بعدين محتاج اكتب تمام الوايل لوب بتاعتي. بحط هنا ايه؟ بحط هنا اكسبريشن 2 اللي هو الكونديشن. انا عايز اعمل الكلام ده على كام ستودنت؟ عايز اعمل الكلام ده على 20 ستودنت. فاعمله ايه؟ فاعمله ان جي تمام اصغر من او يساوي كام؟ اصغر من او يساوي ال 20، اوكي. وبفتح ايه؟ كيرلي بريس. طيب بعمل ايه هنا؟ بكتب هنا الستيتمنت ايه؟ الستيتمنت بتاعتي. وبعدين بكتب هنا الاكسبريشن 3 اللي هو ايه؟ الانكريمنت بتاع الكاونتر، ان الكاونتر عندي ايه؟ جي بلس بلس زي ما ايه لسه شارحينها في البرنت اف. طيب وهنا بقى مكان الكومنت ده اللي هو الستيتمنت، هكتب ايه؟ هكتب الكود بتاعي. فكل الحكايه ان انا عامل ايه؟ كنترول في، عامل بيست للكود بتاعي بس كده خلاص. انا كده ايه؟ قدرت اعملها بالوايل لوب. طب تعالى بقى نرن ونشوف. هنا بيقول لي في ايرور، عشان انا الكاونتر ده عارفه عامله بكي، هو الكاونتر ان اسمه جي تمام، ده الايرور. نرن بقى ان شاء الله مش ايرور، في ايرور تاني. بس كان الجريد
تمام، هي بس الجريت ما كانتش مكتوبه صح. نرن بقى، هرن معايا نكبر بس الكونسول. تمام، فبيقول لي دخل اول جريت، هدخل له عادي 23 هيقول لي فيل، هدخل له 88 8 هيقول لي فيل، هدخل له 88 يقول لي باست، هدخل له 90 يقول لي باست. تمام، وابدا بقى ادخل في الفاليو. تمام 13 و 14 وهكذا، ده ادخل فاليو 19، واخر حاجه ال 20 مثلا هدخله 89، فيقول ان هو باست وهيخلص. يبقى هو خلص برده عن ال 20 واداني ايه؟ واداني نفس الاوتبوت بتاعي. تمام، دي كانت ايه؟ دي كانت بالوايل لوب اللي هو نفس الاكزامبل اللي شرحناه من شويه. تمام، نرجع بقى هنا للستايلز او الوايل لوب، احنا لسه عاملينها، عاملين الكود بتاعها. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عايزك تعملها لي بايه؟ بالدو وايل لوب. طيب قبل ما نعمل الدو وايل لوب، عايزين بس ايه برده ندي اكزامبل بسيط عشان نفهمها بتشتغل ازاي، وبعدين ايه؟ وبعدين ندي ايه، ندي الشرح بتاعها. تمام، فايه، فاحنا دلوقتي هنشرح الدوال لوب الاول. طب الدوال لوب بتشتغل ازاي؟ انا برضو هليكن هنبتدي، برضو هنبتدي عادي من الاول زي ما هنبتدي. انا عايز ارفع كلمه ايه، هلو وورلد. تمام، مش اي مشكله، ما تسلقش منها. يبقى دي الاستيتمنت بتاعتي. خلاص، هاخد الاستيتمنت دي كده، المفروض ان انا عايز اعملها ايه، عايز اعملها في دو وايل لوب. طب دو وايل لوب بعملها ازاي؟ اول حاجه عندي ان انا اعمل انيشال فاليو للكاونتر. الكاونتر مثلا هسميه مثلا سي وليكن، خلاص، فدي له انيشال فاليو واحد. خلاص بقى انا كده عملت ايه، اول اكسبريشن. طيب الدو وايل بتشتغل ازاي بقى، بتكتب ازاي؟ بكتب كلمه دو طبعا كلها سمول، وبفتح ايه، بفتح كيرلي بريسز. خلاص، بكتب هنا ايه بقى، بكتب هنا الستيتمنت بتاعتي، اوكي، اللي هي هتبقى هنا ايه، هتبقى هنا البرنت اف. خلاص، وبعد ما بكتب الستيتمنت بتاعتي بروح عامل ايه، بروح كاتب الاكسبريشن الثالثه. الاكسبريشن الثالثه اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت الانكريمنت، اللي هو ايه، اللي هو سي. تمام، بلس بلس. سي بلس بلس معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان انا اكني تاني بقول سي ايكوال سي بلس ايه بلس 1، معناها برضو ان انا اكني بقول ان سي بلس ايكوال الايه ال 1، كلها ايه، كلها نفس المعنى. اوكي، طيب وبعدين، وبعدين بعد البريس ديت خلاص، بروح كاتب ايه، بروح كاتب هي دو وايل، فبكتب كلمه وايل. تمام، خلاص، وبفتحها وبحط فيها ايه بقى، بحط فيها الاكسبريشن الثاني. الاكسبريشن الثاني اللي هو ايه، اللي هو بتاع الكونديشن بتاعي، انا عايز اقرا كام درجه. انا مثلا دلوقتي عايز اطبع كلمه هالو ورلد 5 مرات، فهكتب ايه، فهكتب وايل ان السي تمام اصغر من او يساوي الخمسه، واحط ايه، واحط سيمي كولون، ما انساش السيمي كولون دي. تمام، يبقى ايه تاني، يبقى انا بعرف الكاونتر بتاعي، بديله انيشال فاليو، ده اول اكسبريشن، بكتب كلمه دو، واكتب الاستيتمنت اللي انا عايز انفذها عادي، وبعدين بكتب الاكسبريشن الثالث اللي هو الانكريمنت بتاع الكاونتر بتاعي. خلاص، وبعد البراكت دي بكتب كلمه وايل، خلاص، الكونديشن بتاعي، الكونديشن اللي هو ايه، اكسبريشن 2، انا عايز اكررها كام مره، 5 مرات. تمام، هشيل الكومنت ده ورن. فانا دلوقتي المفروض لما رن يطبع لي هاللو ورلد كام؟ يطبع لي هاللو ورلد 5 مرات. طبع لي فعلا ادي 1 2 3 4 5. طيب في بقى جزئيه مهمه هنا في الدو وايل عايزين نوضحها، ايه هي؟ بيقول لي دو وايل ورك ات ليست وان، يعني ايه؟ يعني هي بتشتغل على الاقل مره واحده. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي تعالى نعمل تريز، ايه اللي بيحصل؟ انت بتعرف كاونتر وبتدي له انيشال فاليو واحد. انا بقول ايه؟ بقول له دو، يعني ايه؟ حتى جايه من اسمها دو، يعني زي اعمل، او زي ما شرحناه في الاول، بقول له دو برنت هالو وورلد، اطبع الهالو وورلد. فهو هيعمل ايه؟ هيطبع الهالو وورلد، وبعدين، وبعدين هيزود الكاونتر. خلاص، فهيسال هل لا سوري، هيسال الاول هل الواحد اللي هو الكاونتر ده اصغر من او يساوي 5، لو بترو خش تاني اطبع ايه، اطبع هالو وورلد، بس الاول زود الكاونتر. طيب بفولس، اخرج من الكاونتر. طيب تمام، هنفترض دلوقتي ان هو عمل دو برنت هالو وورلد، خلاص، وجيت تشيك على الكونديشن لقى الكونديشن فولس، فهيخرج من الكونديشن، بس ستيل هو ايه، هو طبع هالو وورلد. يعني على الاقل الستيتمنت اللي جوه اتنفذت على الاقل مره واحده، حتى لو الكونديشن غلط. حتى لو الكونديشن غلط، وهي دي، هي دي فكره او المحور اللي بيدور حوالين الوايل لوب. طب تعالى اتاكد من الكلام ده، انا هنا هخلي الكونديشن مثلا هتعمد ان اخليه غلط ازاي؟ تمام، فانا هتعمد ايه، فانا هتعمد ان انا اخلي الكونديشن هنا غلط، بحيث ان اخليه اول ما يخش اللوب يلاقي الكونديشن ده فولس ويخرج، ونشوف ايه اللي هيحصل. هخلي مثلا الكونديشن هنا ايه، ان سي اصغر من الواحد. خلاص، طب تعالى قبل ما نرن نعمل تريز، الكاونتر بكام؟ الكاونتر بواحد. دو اطبع لي هالو وورلد، تمام، وايل الكاونتر اصغر من الواحد. هو الكاونتر اصغر من الواحد، هل الواحد اصغر من واحد؟ لا، فولس. يعني معاك كده ان انا ايه، كونديشن فولس، يعني عامل اكزيست من اللوب، هخرج من اللوب.
لما اخرج من اللوب هلاقي برضو ان هالو وورلد اتطبعت ولا اقل مره واحده. تعال نرن ونشوف اهو، طبع لي هالو وورلد كام، طبع لي هالو وورلد ايه ولو على الاقل مره واحده. طب لو كان الكونديشن صح اهو اصغر من او يساوي 5 وعملت رن هلاقي طبعت لي هالو وورلد 5 مرات. تمام، يبقى ايه الفكره ايه، حتى لو الكونديشن هنا غلط هيشتغل ايه، هيشتغل على الاقل مره واحده. هي دي فكره ايه، هي دي فكره الدو وايل لوب. طب تعال نرجع بقى للسلايدز او البروبلم بتاعتنا اللي هي برده بتاعت الجريد، تعالوا بقى نحلها بسرعه كده ايه بالدو وايل لوب. تمام، نمسح بقى الاول الكلام ده كله. تمام يا جماعه، فده كان الكود بتاعي اللي هو الجريد، هسكان الجريد وهتشيك. تمام، مفيش اي مشكله زي ما اتفقنا، هاخد الكود ده كده. تمام، هاخده كات وهبتدي ايه، هبتدي اكتب الدوايل لوب بتاعتي عادي. او انت مثلا اسم الكاونتر بتاعي ان، تمام، وخليه ان بيساوي كام، بيساوي 1. هقول ايه، هقول دو وبفتح ايه، بفتح كيرلي بريس. تمام، وهكتب هنا ايه، هكتب هنا الاستيتمنت بتاعتي خلاص. وبعد كده هكتب الاكسبريشن الثالث اللي هو ايه الانكريمنت، فاقول ان بلس بلس خلاص. وبعد كده بعد البريس الثانيه دي اروح كاتب وايل خلاص الايه الكونديشن بتاعي. انا عايز اكرر الموضوع ده كام مره، عايز اكرره 20 مره. فوايل ان اصغر من او يساوي الايه، اصغر من او يساوي ال 20، وما انساش طبعا السيمي كولون. وهنا عندي الستيتمنت بتاعتي اروح اعمل كنترول في ده الستيتمنت اللي انا عايز ايه، اللي انا عايز انفذه. تمام، عشان بس ما نتلخبطش زي كل مره. طب تعالوا بقى نرن ونشوف. اطلع زي نصحح بس الغلط ده، هنا غلط بس في اسم الكاونتر، انا سميته المره دي ان. تعال رن او هيرن معايا عادي، نكبر الكونسول. تمام، هدخل اول درجه 23 هيقول لي فيلد. تمام، هفضل ادخل الداتا. اي 10 11 12 13 14 ودي 16. تمام، ادي اخر حاجه اهي، هدخل ال 20 هدخله 88 هيقول لي باست وهيخرج بره اللوب. يبقى برده ايه، يبقى برده الموضوع اتنفذ. طيب فاكرين الاكزامبل اللي لسه قايلينه من الاول من شويه اللي هو لو الكونديشن ده فولس، تعالوا نجربه دلوقتي. هنخلي الكونديشن هنا ايه، هنخلي الكونديشن هنا بواحد. هل الان ان دلوقتي بتساوي واحد، هل الان اصغر من واحد؟ لا. طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل اهو. لما نرن هيقول لك ايه، هيقول لك برده انتر جريد بتاعت ال1 فدخله مثلا 22، فيقول لك ان هو فيل وخرج، او على الاقل نفذ الايه، نفذ الاستيتمنت بتاعتي ولو ايه مره واحده، ما دام الكونديشن فولس فايه فخرج منها. يبقى هي دي فكره ايه، فكره الدوايل. حتى هو لما نرجع للسلايدز هلاقيه بيقول لك ايه، هيقول لك ايه، خد بالك ان الدوايل بودي از اكسكيوتد ات ليست ايه وانس، اللي هي على الاقل بتكسكيوت او بترن على الاقل ايه، على الاقل مره واحده. تمام، طيب بعد كده بقى ايه، بعد كده هنخش على جزء برده مهم. احنا كده دلوقتي خلصنا فكره الفور لوب السنتكس بتاعها وحلنا بروبلم عليها، والوايل لوب والدو وايل لوب حلينا نفس البروبلم، وشفنا ايه كل واحده بتشتغل ازاي وايه هم التلاتة اكسبريشن بتوعنا لازم نكون مخليين بالنا منهم لان هم ايه مهمين جدا. اوكي، وقلنا ان هم دولت مشتركين في كل انواع الايه الوايل او سوري اللوب عموما اللي انا بتعامل معاها من انواع الثلاثه اللي هو الفور والوايل والدوال. اوكي، طيب بعد كده بقى ايه هنخش على حاجه مهمه، وهي ايه، هي اللي بيقول لي ان في اكسبريشن معين لازم اخد بالي ايه، اخد بالي منه. اول حاجه هو ايه، بيقول لي اف يو روت، لو انت كتبت ان الكاونتر اصغر من ال10 بدل ما تكتبه كاونتر اصغر من او يساوي ال10، طب ايه اللي هيحصل ساعتها؟ بيقول لي والله انت لما بتكتب مثلا، انت بدات الكاونتر من واحد وخليت الكاونتر اصغر من او يساوي ال10، فهو بيعمل ايه، والكاونتر مثلا بيزيد بمعدل واحد، فهو بيعمل ايه، بيخلي والله الكاونتر بواحد. هل الواحد اصغر من ال10؟ يشتغل 2 3 4 5 6 7 8 9 مظبوط. هل ال 9 اصغر من او يساوي ال 10؟ تمام، هيشتغل. وبعد كده بيبقى الكاونتر ب 10، هل ال 10 اصغر من او يساوي ال 10؟ تمام، فالاقي ان الايه، ان اللوب بتاعي اشتغل 10 مرات. طب تعالى هنا لو كنت كتبت بس الكاونتر اصغر من ال 10 ايه اللي كان هيحصل؟ اللوب لما يوصل عند ايه 8، هل ال 8 اصغر من ال 10؟ زود الكاونتر. هل ال 9 اصغر من ال 10؟ زود الكاونتر. هل ال 10 اصغر من 10؟ لا، هيخرج. فهنا بقى هلاقيه ان هو ما عملهاش 10 مرات زي هنا، لا ده عملها 9 مرات لان انا ما حطيتش هنا ايه اليساوي. طيب تعالوا ايه نشوفها برده على الكود بلوكس ونجربها. انا هنا عامل ايه، فور انت اي ايكوال 1 اي اصغر من او يساوي ال 10 اي بلس بلس، هطبع له هاللورد. معنى كده ايه، معنى كده ان انا مفروض ان انا هطبع كلمه هاللورد 10 مرات. تعالوا نرن ونشوف اهو، ادي 1 2 تمام 3 4 5 6 7
8 9 10 اهو. كلمة هلو وورلد كام؟ اتطبعت كام؟ 10 مرات، لأنها اشتغلت من واحد لحد كام؟ لحد ال10. طب تعالى نشيل يساوي، هتفضل تشتغل لحد ما توصل للتسعة، وبعد كده لما تيجي تزيد وتبقى 10، اوكي، هيلاقي هل 10 اصغر من 10؟ لا، فيخرج، فاشتغل 9 مرات بس. تعال رن ونشوف نتأكد اهو، ادي 1 تمام، 2 3 4 5 6 7 8 9. اشتغلت ايه؟ اشتغلت فعلا 9 مرات بس، لان انا ايه، ما كنتش حاطط يساوي. اوكي، طيب لو انا ايه رأيكم لو انا شلت الواحد دي وخليتها زيرو، ها هتشتغل كام مرة؟ فكر كده بالظبط، هشتغل 10 مرات. طب ليه؟ لان انا المره دي بقى ببدا اعد من الزيرو مش من الواحد. هو هيبتدي عد كده معايا، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعد التسعة يخرج من الزيرو للتسعة 10 مرات. فاهم قصدي؟ لما تعد كده من الزيرو للتسعة تلاقي 10 مرات، زي من الواحد ل 10 10 مرات. فلما الرن هنا هلاقي كام؟ اشتغلت 10 مرات، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، مظبوط خلاص. فانا ايه، فانا الفكره ان انا بشوف ببدا منين وبنتهي منين، وناخد بالنا ايه من الموضوع ده عشان مهم جدا واحنا بنعمل ايه، واحنا بنعمل تريس. اوكي، طيب ايه كمان هنا بيقول لي ان الاكسبريشن بتاعي يقدر يحتوي على اريثماتيك اكسبريشن. ازاي؟ هو انا مش كنت بقول هنا خلاص ان الاي مثلا ايكوال 0، اي ايكوال 1، اي ايكوال مثلا 2، اي حاجه، فالانيشال فاليو ان انا بديها رقم. قال لي والله انت تقدر تخلي ايه، ان الاي دي او الجي دي كاونتر ده بيساوي اكس زائد واي. هو اكس زائد واي دي انا بجمع رقمين، انتجر، اوكي، وبعمل اساين للرقمين دوت في الاي، فاصبح برضو عادي. يعني انا لما اقول جي ايكوال 1 او جي ايكوال 2، طب ما هو اكس مثلا دي بواحد والواي دي بزيرو، 1 زائد 0 كام؟ بواحد، خلاص يبقى الواحد دي هتتحط في الجي، مفيش اي مشكله. اوكي، فاصبح ان انا اعمل ارثماتيك اكسبريشن واعمل له اساين في الكاونتر بتاعي مفيش اي مشكله. برضو هنا برضو الكونديشن بتاعي مفيش اي مشكله. انا بقى دلوقتي كنت بقول جي اصغر من او يساوي ال10، يعني هيقف لحد ال10. طب ممكن اخليه جي اصغر من او يساوي مثلا اكس زائد واي، او اكس على واي، او اكس في واي، فهيحسب اكس في واي بكام، وهيقسينها وهيعمل لها اساين هنا تمام، وهيتشيك عليها ويخرج برده اول ما ايه، اول ما الكونديشن ده وان يبقى فولس، مفيش اي مشكله. برده نفس النظام في ايه، في الاكسبريشن الثالث اللي هو بتاع الانكريمنت، بدل ما كنت بقول جي بلس ايكوال 1، ممكن اقول جي بلس ايكوال مثلا واي على الاكس. لو مثلا واي دي بخمسة او بستة مثلا، واكس دي بثلاثة، فستة على ثلاثة فيها الاثنين، لكني بقول جي بلس ايكوال اثنين عادي جدا، والايه واللوب هيشتغل معايا مفيش مشكلة. اوكي، حتى احنا هنا لو رحنا بسرعة كده على الكود بلوكس نشوفها، انا عرفت هو اكس بتساوي اثنين وواي بتساوي واحد خلاص، وعرفت انت اي اللي هو الكاونتر بتاعي، قلت اي ايكوال اكس ناقص واي، فاكس ناقص واي بكام؟ اثنين ناقص واحد بواحد، فاصبح الكاونتر انيشال فاليو بتاعه واحد. وقلت اي اصغر من او يساوي 5 في اكس في واي، 5 في اكس في واي بكام؟ 5 في 2 في 1 ب 10، يعني اكس اصغر من او يساوي ال 10، واكس بلس ايكوال واي قصدي بلس ايكوال اكس على واي، اكس على واي بكام؟ 2 على 1 ب 2، يعني اي بلس ايكوال 2. يعني المفروض اللوب دي هتشتغل منين؟ من الواحد لحد ال 10 وبتزيد بمعدل 2، يعني اشتغل كام بالظبط؟ 5 مرات مش 10 مرات، لان هي بتزيد معدل 2، هي هتبتدي بواحد تزيد 2 تزيد 2 تزيد 2 لحد ما توصل ل 10، فتشتغل 5 مرات. تعال رن ونشوف اهو، ادي 1 2 3 4 5، يبقى هي اشتغلت كام؟ يبقى هي اشتغلت 5 مرات. اوكي، نكمل. وهنا برضو بيقول لي الملحوظه اللي احنا كنا لسه شارحينها من شويه، ان انا لو قلت كاونتر ايكوال كاونتر بلس 1، اكني بالظبط بقول كاونتر بلس ايكوال 1، اكني قلت بلس بلس كاونتر، اكني قلت كاونتر بلس بلس، زي ما شرحناها ان هي كلها ايه، ان هي كلها مش هتختلف وكلها بتدي ايه، بتدي نفس المعنى. اوكي، طب تعالى بقى نحل مع بعض كده ايه الاكزامبلز دي كده بسرعه، اكزامبلز حلوه ايه، وهتفهمنا برضو واتاكد المعلومات. بيقول لي ايه، بيقول لي انا عايزك هنا تعمل لي ايه، تعمل لي فاريبل من 1 لحد 100 وبي انكريمنت بمعدل 1 خلاص. فزي ما اتعودنا خلاص، احنا خلاص فهمنا بالفور لوب، هدي انيشال للكاونتر ب1، هقول ان الاي اصغر من او يساوي ال100، لان ده هو بيقول لي من 1 ل100 كونديشن هو ب100 تمام، والاي بلس بلس يعني هو هيزيد بمعدل 1. طيب الثانيه بتقول لي ايه، الثانيه بتقول لي والله يعمل لي الكاونتر بيبتدي من 7 لحد 77 وبيزيد بمعدل 7 كل مره، فهعمل انيشال اهو فاليو ب7 للكاونتر عادي تمام. طب بيقف لحد فين؟ فالكونديشن ان اي اصغر من او يساوي ال 77، ادي الكونديشن بتاعي. طب وبيزيد بمعدل كام؟ بمعدل 7، فاقول اي بلس ايكوال 7. ممكن اقولها ايه عادي، ممكن اقولها اي ايكوال اي بلس 7، هي نفس الشكل مفيش مشكله. طيب ثالث واحد عندنا بيقول لي ايه، بيقول لي عايزك تعمل لي فاريبل من ال 20 لل 2 وبينقص بمعدل 2. ايه ده؟ يعني فاكر لما قلت لك ان ممكن يكون انكريمنت او ديكريمنت، ممكن يكون زياده او نقصان؟ هنا نفس الفكره، انا خليت الكاونتر يبتدي من 20، يبتدي من فاليو 20،
والكاونتر ايه هيقف لما الاي تكون اكبر من او يساوي الاثنين والكاونتر بينقص بمعدل اثنين. يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الكاونتر هيبتدي ب20، اوكي؟ هل ال20 اكبر من او يساوي الاثنين؟ اه خلاص نقص ال20 ب2، فال20 تبقى 18 وهكذا لحد ما ال20 تبقى كام؟ ال20 تبقى ب2، الاي قصدي تبقى ب2. فهل الاثنين اصغر من او يساوي الاثنين؟ اه نقص الايه؟ نقص الاثنين فخليها زيرو، فالاي تبقى بكام؟ بزيرو. هل الزيرو اصغر اكبر من او يساوي الاثنين؟ لا، فهيخرج بره ايه اللوب. يبقى زي ما في زياده زي ما في ايه؟ زي ما في نقصان. زي ما انا ببدا من الكاونتر من 1 ل 10 ممكن ابداه من وازود الكاونتر 1، لا ممكن ابداه من 10 ل 1 وانقص الكاونتر كام؟ وانقص الكاونتر بمعدل 1، اوكي؟ تمام؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايزك تعمل ايه؟ variable over the following sequence of values. عايزك تطبع لي كده 2 5 8 11 14 17. طب تعالى نشوف السيكونس ده شغال ازاي. 2 بقت 5 يعني زودت 3، وال 5 بقت 8 يعني زودت برده 3، وال 8 بقت 11 وهكذا، وال 14 بقت 17. يعني انا بقى ايه؟ بقى انكريمنت بمعدل 3. طب الانيشال فاليو بتاعتي كام؟ 2، والاخر فاليو عندي كام؟ 17. بس كده انا قدرت احدد كل حاجه. يبقى الكاونتر عندي بيبتدي انيشال فاليو ب2، والكونديشن بتاعه ان هو يكون اصغر من او يساوي ال 17، تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى انا عملت الانيشاليزيشن اكسبريشن 1 واكسبريشن 2 وناقص معدل الزياده. اكتشفت من هنا من السيكونس ده ان هو بيزيد بمعدل 3، فاقول جي ايكوال جي بلس ايكوال 3، او ممكن اقول جي ايكوال جي بلس 3 عادي، الاثنين نفس المعنى. خلاص بكده يكون خلصنا بارت 3، وده اخر بارت في ليكتشر 6. احنا عملنا بارت 1 وبارت 2 وبارت 3. بكده يكون ليكتشر 6 خلصت. معلش هي طولت شويه بس هي كانت مهمه. لو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنت تحت. شكرا.